للحديث عن استمرار تظاهرات ثورة تشرين في العراق والانتهاكات الحكومية ضد الناشطين والمعتصمين في الساحات، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، حياك الله، حيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. قحطان، شهيدان حتى الآن وعشرات المصابين برصاص القوات الحكومية في بغداد، ماذا تعني هذه الحصيلة؟ بدءا رحمة الله الواسعة على الشهداء ولطفه وكرمه على الجرحى، هذا ما أكد الواقع أن هذه العملية السياسية ورموزها وكل ما يصدر من تصريحات تدل أو تشير إلى أن هناك أمل أو رحمة أو رأفة أو إدراك حقيقي للتعامل الإيجابي، ما هو إلا محض هراء. هذه الحقائق التي تؤكد كل لحظة أن العملية السياسية وشخوصها ما لهم إلا سبيل واحد وسبيل القتل، وأن ادعوا شيئا غير ذلك. طيب، إلى أي مدى ساهم تهديدات قادة الميليشيات لا سيما الصدر في تغذية هذه الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين في بغداد؟ هذه مشكلة أخرى ومعضلة أخرى لسببين أساسيين. أولهما أنهم يبنون احتمالات عملهم الميداني على ادعاء خطأ الحكومة وعجزها، وبالتالي هذه مشكلة كبرى، لأنه كأنهم ينوبون على الدولة. واحد. اثنين، أنهم يملكون قدرة ورغبة للقتل اللا قانوني واللا شرعي واللا أصولي بالمرة. لذلك من هنا تأتي خطورة هذه المجاميع التي ستسلك لا قدر الله طريق الموت إلى العراقيين. وهنا نحذر الجميع، سيما أولئك الذين لا يفقهون ما يعملون، من مغبة ذلك، فذلك أكثر من كونه جريمة عابرة. طيب، الأمم المتحدة أعلنت تضامنها مع متظاهري ثورة تشرين، لماذا لا نجد خطوات عملية على أرض الواقع لحماية المتظاهرين في العراق؟ للأسف الشديد، الأمم المتحدة سيما تلك الزيارة التي قامت بها بالأخص إلى أحد رموز الذين اتهموا بأنهم استهدفوا المتظاهرين، إنما دل على أن هناك ازدواجية، على قد تقدير لم نقل هناك انحيازية، هناك انحيازية بحقيقة الأمر. هذه الازدواجية أو هذه الانحيازية لا تعطي أملا حقيقيا ولا ثقة بالمرة في الأمم المتحدة، سيما بشخصية ممثليتها الحالية. قد تكون الأمم المتحدة كآلية وكرغبة وكاتجاه عام أسمى من هذا السلوك، ولكن مع هذا وذاك تؤكد كل يوم أن الجهة الدولية الأممية بشخص ممثليها في بغداد لم يكون أهلا للمسؤولية بالمرة. حكومة الكاظمي طرحت نفسها على أنها ستكون حامية للمتظاهرين، ما تفسيركم لما يحدث على الأرض وتحريك هذه القوة ضد متظاهري تشرين؟ المشكلة الكبرى أن هؤلاء يقولون ما لا يدركون حقيقة قولهم وفعلهم. نعم. هم غير قادرون على حماية ذاتهم، وكلنا سمعنا ولمسنا حقيقة أن فصائل معينة ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما خرجوا بالمتظاهرات وبظاهرات وباستعراض عسكري ضد الكاظمي عقب مسكه لمجاميع ادعوا أنهم يملكون صواريخ. إذن الحكومة ذاتها غير قادرة على هذه العمل. الشيء الآخر المؤسف أنها تبدو وكأنها سائرة باتجاه الحماية، ولكن تصطنع أن هناك جهات أخرى تندس، وبالتالي تخلط الأوراق، وبخلط الأوراق ستلجأ الحكومة قبل غيرها إلى القوة العسكرية. ولعل ما قامت به الحكومة من تعامل مع متظاهرين في ساحة علاوة الحلة من تفريق القوة يدلل على أنها ليست جادة في أن تكون حامية للمتظاهرين، بل هي جزء أساسي من الهدف الأساسي للثورة، وهو إلغاء العملية السياسية والحكومة القائمة وأمثالها. ثوار تشرين أكدوا مرارا أنه لا خيار للعراقيين سوى إنهاء النظام الفاسد، هل يمكن التعويل على سلمية التظاهرات وهي في عام كامل لم تحقق لأي مطلب من مطالب الثورة؟ الثوار وسلميتهم أعطوا نموذج غير موجود في العالم وغير مسبوق حقيقة. أطلقوا السلمية منذ أول يوم وتمسكوا بها وثبتوا عليها، فكانوا أمناء على ما قالوا وواعين حقيقة الأمر. ولكن للأسف الشديد
عملية التعامل القشرية والقوة والعنف من قبل الحكومة من جهة أو من الطرف الثالث وهي أطراف معروفة تابعة لقوة إقليمية معروفة بشكل واضح يجعل الأمور تذهب باتجاه غير محمود، فسيما وأن هذه المجاميع عندما تتمسك بسلميتها سبيل الوصول إلى أهداف أساسية للوطن تلتقي وتجابه بعنف ثم بعنف ثم بعنف قد يفرز حالة أخرى من السؤال إلى متى وإلى أي حد يعتمد على السلم سبيلا لاسترجاع الحقوق. وبالمقابل أيضا أتوقع أن هناك جهات قد تكون ثالثة تعتمد القوة بتوجيه ما بحجة أن هذا رد فعل من المثوار على السلوك الذي قام به الحكومة. إذن هي تدفع الحكومة وسلوكها العنفي وتدفع القوة كذلك المضللة الثالثة إلى أن تجبر الأمور تذهب منحى آخر لا يحمد عقباه. الأمم المتحدة تعبر عن تضامنها مع الثوار في الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين، لكن هذا التضامن هل سيغير من الواقع شيء أم لا؟ للأسف لم يغير شيء. الحكومة الأمم المتحدة وأي قوة دولية برغماتية الواقع والتعامل إن لم تجد في الساحة العراقية جهة معينة ذات فعل واضح تفرض ذاتها لن تستمع إليه، تدعي أنها مع الحقوق مع الشعب مع المتظاهرين ولكن هي حقيقة أمر مع الحكومة بكل المقاييس. إذن نتمنى من الساحة أن تكون واعية لهذه الآلية ويبقى رجال الثوار في الساحات حيث هم وأن التقوا بآلية أخرى فهم أدرى بآلياتها، ولكن عليهم أن يثبتوا وجودهم وأسمارهم، فاستمرارهم بأي جهة كان ودلل على قوتهم ووجودهم، ويجبر الجانب الدولي الاستماع حقا إلى مطالب الشارع. أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.